بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا، بفضل الله معاكم من دلوقتي اهو على التليجرام. على التليجرام طبعا اي حد بيسأل على التليجرام تقريبا من فترة قريبة اي فيديو بنزله جوه الوصف، لما بتظهر الوصف كله بتلاقي لينكس بتاعة التليجرام كلها موجودة. اوكي نبدأ بفضل الله. في استفسار هنا، السلام عليكم، إذا ممكن تسوي دورة كاملة لإنشاء برنامج مثلا نقاط بيع أو حجز مستشفى أو إدارة مخازن أو حسابات بلغة سي شارب بالإنتيتي. لو تقصد بالإنتيتي الإي آر، يعني إحنا عملنا كده بفضل الله وعملنا مفاهيم أعمق، ولو تقصد إنتيتي فريم ورك تمام فإحنا عملنا حاجات أعمق منها. يعني أنت أصلا لو ذاكرت وتأسست صح ورحت للإنتيتي فريم ورك هتلاقيها أسهل من اللي إحنا قلناه، بل بالعكس هتلاقي نفسك يعني أوير أكتر من حد ما ذاكرش وراح على الإنتيتي على طول فريم ورك. يعني فدي كده موجودة، يعني موجود عاملين كتير 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 بفضل الله، لدرجة ان انا لو حبيت اقول لك الكورسات اللي احنا عاملينها. يعني قبل كده كنا حطينا لكم في التليجرام كلاكيت تاني وتالت ورابع وخامس مرة، وحطينا 21 كورس تقريبا بيتكلموا عن الداتابيز والمشاريع والكلام ده كله. في عندنا استفسار تاني. اوكي السلام عليكم استاذ احمد، ممكن تعمل لنا كورس بتاع اي اس بي دوت نت كور وكيفية استخدام حد الاحتراف؟ عموما هو اصلا مايكروسوفت الاول كانت عاملة الدوت نت فريم ورك، اوكي، وطورنا بيها وقعدنا بيها فترة. بعد كده عملت الدوت نت كور. الدوت نت كور كانت علشان الانظمة المايكروسوفت والانظمة التانية وكده يعني. اوكي جت بعد كده بقى في حديثا انا لاحظت حاجة انها بتعمل دوت نت، بتعمل دوت نت، يعني انا حاسس كده ان هي مركزة على الدوت نت. بقى خلاص بقى اسمها ايه؟ دوت نت. خلاص دوت نت 6 ودلوقتي دوت نت 7 تقريبا بيتا او بريفيو، تمام. ف حتة اس بي دوت نت كور اصلا ممكن بعد كده ما نشتغلش بيها. يعني انا حتى الان انا مش بتكلم في الوقت الحالي، بقول احنا دلوقتي بالدوت نت، يعني انا باختلاف المسميات سيبنا من الدوت نت كور وسيبنا من الدوت نت فريم ورك، خلينا بقى نبص على الدوت نت كده. الدوت نت نفسها، انا كلامي واضح صح كده؟ الدوت نت نفسها انا اقدر اعمل بيها اي تطبيق انا عايزه دلوقتي. اوكي فعلشان كده يعني الله المستعان. عموما في كورس ماوي مدفوع اي حد يناسب معاه ممكن يشترك فيه بفضل الله. في عندنا استفسار تاني بس طويل شوية، يا ريت يا جماعة يعني نقلل الكلام، يعني نختصر الكلام. يعني هو عندي سؤال، لو تقدر تعمل كورس الأمن السيبراني. أنا مش هشرح حاجة تخص الاختراق تمام. يعني حتى في التعليق أنت كاتب بس يكون تشفير كذا 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 كذا، وتعلمنا الهجمات أوكي وإزاي نقدر نحمي نفسنا كويس والكلام ده كله تمام، ندافع عن نفسنا اوكي امن سيبرنا بقى محترفين. اهو انت كاتب اهو في اخر التعليق، في اخر التعليق عندك كاتب ايه؟ انت تنزل الفيديوهات هنا على التليجرام علشان يوتيوب هيمسح اي حاجة انت بتنزلها عن الموضوع، وقناتك هتاخد تحذير. يعني انت عايز تضر القناة؟ احنا بنعلم الناس بفضل الله. يعني انت اهو انت كاتب ان هو غلط. اوكي لو تقدر تعمل كورس يبقى متشكر لك. انا مش هعمل كورس يخص الاختراق بعد اذنكم يا جماعة. في عندنا استفسار تاني، الأستاذ أحمد حسونة، أرجو التكرم بعمل فيديو تعليمي تشرح فيه كيفية تصميم مشغل MP3 أونلاين على زامر انفورمز من خلال ميديا مانجر بلجن، وكيفية عمل سلايدر. هو أنا مش هعمل هنا حاجة، يعني أنا بجاوب على الاستفسارات. ف إحنا بنجاوب على الاستفسارات، حد يذاكر يعني الاستفسارات اللي هو ذاكر إزاي، أعمل إيه، أتأسس إزاي، الكلام ده كله اوكي. لكن مش هحل مشاكل، مش هعمل كورسات دلوقتي يعني، الله المستعان. انا اصلا كنت لما جيت انوي اشرح الزمرين اوكي حسيت ان الناس مش محتاجة، لان بنزل في حاجات تانية بتنزلها الناس مش مقبلة على الكورسات زي ما هي مقبلة على اشياء اخرى. يعني في عندنا استفسار تاني، عندي خطأ في برنامج. ما انا قلت مش هحل يعني اخطاء، بس انت لو خدت نص الخطأ وحطيته في جوجل تمام
هتلاقي حلول كتير. لو انت فاهم، لو انت فاهم هتعرف تحل مشكلتك. يعني لو انت يعني حتى مش شرط تكون انت عملاق في اللغة الانجليزية، يعني لو فتحت ستاك اوفر فلو هتلاقي مثلا واحد كاتب مشكلته فوق اللي هي اللي انت كتبتها يعني في جوجل، خدت نص الخطأ وحطيته في جوجل، وهتلاقي في الانسرز ناس رد عليه تحت، تنزل تبص على انسر منهم وهتلاقي واحدة فيهم تحل لك مشكلتك، او ممكن يكونوا كلهم بيحلوا المشكلة. يعني في عندنا تعليق تاني، نصائح لاتقان جافا سكريبت من فضلك. هو انت جافا سكريبت لغة برمجة زي اي لغة برمجة، اوكي، بس هي يعني من انا بعتبر ان من احسن ميزة فيها ان البراوزر بيفهمها، اوكي. طبعا عارف ان ليها مزايا كتير، من ضمن المزايا دي انك ممكن تعمل بيها اي حاجة، عارف ممكن تشتغل بيها سواء كلاينت سايد او سيرفر سايد ببعض التقنيات، وعارف ممكن تعمل بيها ايه بفضل الله. هي لغة جميلة جدا. طبعا انت في البداية هتتعلم HTML كويس، وهتتعلم CSS، تمام. بعد كده هتروح للجافا سكريبت، هتبدأ تتعلمها زي ما بتتعلم اي لغة برمجة، تتعلم الشغل بتاعها من البداية، التأسيس تتأسس فيها الاول، بعد كده تشوف الحاجة الادفانس. طبعا هتلاقي مواقع كتير على الانترنت، من ضمنهم موقع W3 Schools، ده ممتاز بفضل الله. ممكن تنزل لو انت ليه اللغة الانجليزية بتاعتك قوية مثلا، ممكن تنزل كتاب كويس فيه ريفرنس كتيرة، تنزلها تذاكر منها، دي برضو ممتازة. عايز تذاكر من اليوتيوب، ذاكر من اليوتيوب. احنا بفضل الله لما جينا عملنا كورس الجافا سكريبت بعدت عن المصطلحات الاكاديمية والشغل الاكاديمي، وحاولت اركز اكتر على الاتنين، على ان هو يبقى اكاديمي بس باسلوب ايه، يعني اخلي الناس اللي مش حابه البرمجه تحب البرمجه. ولذلك تلاقيني في الكورس، في بدايه الكورس عمال اقول لك شوف احنا بنعمل ايه، شوف مسكنا الصوره ازاي وحركناها، بحاول يعني اديك احساس ان اللغه جميله قبل ما تشتغل بيها. ده الكورس بتاع جافا سكريبت، كان هو تقريبا 32 حلقه وحطيناه في فيديو واحد كمان. في تعليق هنا، يا ريت يا جماعه اللي يكتب تعليق ما يكرروش. يعني في تعليق مكتوب، ينفع تعمل لنا كورس لزمالك سي شارب؟ انا مش فاهم التعليق ده، تقصد زمرين يعني؟ في عندنا تعليق تاني، هو ممكن تعلمنا سي شارب باك اند ديفلوبمنت فور ويب ديفلوبمنت؟ احنا عاملين سي شارب ديفلوبمنت، عملناها في اكتر من موضع بس كلها ويب فورمز، تمام، يعني مش ام في سي، ولا احنا شرحنا الام في سي في ورشه زمرن، وده كورس مدفوع، هو مش كورس، هو ورشه تعمل فيديو واحد مدفوع. و انت تقصد يعني الحاجات التانية، الله المستعان. واحنا لو استمرينا في كورس السي شارب، كورس السي شارب طبعا ما خلصش، الناس بدأنا في برنامج المبيعات، لو الناس شجعت وحسيت ان في يعني ناس طالبه الموضوع بفضل الله يبقى سهل ان احنا نكمل يعني ان شاء الله. بس يكون في يعني يكون في احتياج للموضوع، مش اعمل حاجة وتترمي، اعمل حاجة وتترمي لا. يعني لو حسيت ان الناس فعلا محتاجة ان احنا نرجع للسي شارب، انا عايز ارجع لها بفضل الله، نرجع لها ونكمل بقى، نكمل نعمل بارتس تانية. اللي منكم اصلا متابع الكورس عارف ان هو 1200 حلقة، بس هو مش كورس واحد، هو كورس واحد وفي نفس الوقت كورسات مجزأة، فاحنا عملنا اجزاء كتير، فانا حسيت ان مفيش تشجيع في اواخر الفيديوهات يعني. فلو حسيت ان في حد محتاج حاجه زي كده هنكمل بارتس، هنخلص البارت بتاع دي بي اكزامبلز بارت، وبعد كده هنبدا في بارتس تانية، اوكي، تمام. لو تقصد زمرين فكده كده اصلا، يعني لو هم كملوا في ماوي، اصلا كاتبين ان هم ان ماوي اصلا فالويشن من الزمرين، ف يعني تطوير ليها، يعني معنى كده ان زمرين بعد كده مش هنشوفها بقى، هتبقى ماوي عموما ايا كان. فاحنا زي ما قلت في الرساله اللي فاتت دي، زي ما قلت في الرساله اللي فاتت على التليجرام اهو معاكم، ان احنا كل ما هو متعلق بالسي شارب يبقى ايه تحت الاحتياج. يعني هل في ناس فعلا محتاجه ولا لا؟ لو لقيت ان في ناس محتاجه تمام، لو نزلنا مثلا فيديو لقيناه مشاهداته كبيره، اوكي، هنعرف ان معظم المتابعين ومعظم الناس محتاجين حاجه زي كده فهنعملها. لكن اساسا اغلب اللي بيشوفوا الفيديوهات بيبقوا مش مشتركين اصلا. في تعليق عندنا تاني اهو، انا احتاج السي شارب. خلاص ان شاء الله ربنا يكرم، قريب ان شاء الله كده نحاول نفضي نفسنا ونعمل فيديو من سلسلة السي شارب، ونشوف ايه الاخبار.
وبعدين اساسا السي شارب دلوقتي يعني بقت اكتر حماس انك انت تتعلمها من وقت فات. يعني الاول كنا بنشتغل سي شارب على اجهزه او على اوبريتنج سيستم مايكروسوفت بس، دلوقتي فتحت لك السكه، فدلوقتي بتقدر تدخل تنزل الاس دي كي بتاعتهم على اللينكس، واوريدي كده كده لو نزلت فيجوال ستوديو اوريدي كده كده مع الويندوز اوكي، وبتقدر تنزل فيجوال ستوديو كامل على الماك اوكي. فور ماك ده منتج لوحده قوي جدا، وبيعمل بتعمل بيه التطبيق وتعمل رن وبتعمل اللي انت عايزه بفضل الله. فاصلا السي شارب دلوقتي اثبتت كفاءتها ووجودها وشغلها، وداخله في حاجات كتير، ده غير طبعا اليونيتي، ده غير يعني انت بتعمل بالسي شارب اي حاجه وبسهوله، فهي اصلا تشجع يعني. بس المهم ان برضو الناس تكون محتاجاها يعني. في عندنا استفسار تاني، هو كورس ماوي المدفوعه ايه نظامها؟ النظام بتاعها ان بنبعت رساله على التليجرام، مش ده تليجرام، انا حاطط الرابط بتاعه في وصف فيديو الماوي اوكي. فببعت اللي بيبعت الرساله بيكتب لي كورس موب وانا بفهم بفضل الله، فببعت له رساله فيها تفاصيل كل الكورس وازاي بيمشي وازاي بيتم و و و ببعت النظام كله بتاع الكورس. فاي حد عايز كورس ماوي يدخل على فيديو الماوي، هيلاقي تحت رابط للتليجرام مختلف غير التليجرام اللي احنا بنتكلم عليه ده، هيبعت لي عليه هبعت له التفاصيل على طول بفضل الله. وعلى فكره الكورس احنا بدانا فيه، على فكره كورس الماوي احنا بدانا فيه. في عندنا استفسار تاني، هل عملت كورس ماوي؟ ايوه احنا بدانا فيه بفضل الله، بس هو مدفوع، واللي عايز يعرف نظامه قلت في الرساله اللي فاتت دي. في استفسار، كورس ماوي المدفوع كام ثمنه؟ ما انا قلت في الرساله اللي فاتت، اي حد عايز يعرف التفاصيل بتاعته، هو عموما هو ولا رخيص قوي قوي زي كورسات يودمي والكلام الغريب اللي بنسمعه ده، وفي نفس الوقت برضه ولا غالي قوي يعني طالع لفوق ما حدش يعني، هو في الوسط عموما يعني. بس عايز تفاصيله ابعت على الحساب الموجود، حساب التليجرام الموجود في الوصف، وبفضل الله ابعت لك كل حاجه. في عندنا استفسار تاني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيفك يا استاذ حسونه؟ انا بدي اشكرك، الله يكرمك، الله يبارك لك، الله يجزيك الخير. انا اتعلمت من عندك جافا وسي شارب، انا اتعلمت فلاتر ودارت، وشفت الفيديو اللي عملته حضرتك على دارت، بس شو رايك بفلاتر؟ وليش ما تعمل لنا دوره بفلاتر تكون شامله؟ الله يجزيك خير ويبارك فيك. بص بصراحه انا هقول لك على حاجه، اللي منكم عارفني يعني عارف ان انا بفضل الله صريح بفضل الله. موضوع الفلاتر والدارت انا فعلا كنت ناوي اعمله اوكي، بس اندرويد ستوديو سد نفسي بجد والله يعني. حتى بعد ما عملت الفلاتر، بعد ما عملت فيديو الفلاتر تعبت فيه جدا على فكرة، فيديو الفلاتر ده خد وقت وجهد تمام. جيت عايز يعني اصلا انا ايه، ببقى مراعي الناس اللي هتطبق ورايا، في ناس ورايا بفضل الله بنذاكر مع بعض وكلنا بنتعلم من بعض يعني اوكي، كلكم احسن مني وفوق راسي بفضل الله. فالمهم اما جيت انزل اندرويد ستوديو على ماشين جديده، لقيت عقبات غريبه غريبه جدا يعني. اخر مره نزلت الاندرويد ستوديو صافي كده من الموقع بتاعه، زمان لما كنت بنزله ما كانش فيه المشكله دي، كان بينزل بالاس دي كي بتاعته بيشتغل وكله تمام. المره دي لما جيت انزله على ماشين جديده عشان ادرب الناس وارجع كده اشرح لهم تاني في الاندرويد تمام، لقيت عامل مشكله. مالك يا عم الاندرويد عايز ايه؟ قال لي انا عايز الاس دي كي. طب ما تحملها، طيب دوس على الزرار ده، اروح دايس له على الزرار ما يحملش حاجه. وبعدين بقى ده غير ان هو اصلا بياخد نت ولو حمل شويه ما بيكملش، وحاجه يعني بصراحه تقرف يعني للاسف، معلش اعذروني يعني. وبعدين اجي عايز ايه يا عم الاندرويد ستوديو؟ طيب هو عايز الاس دي كي، مش عارف انزلها، ومش عارف، انا مش بتكلم انها مش عندي، لا هي عندي بس عندي انا. طب الناس اللي هتطبق ورايا فين؟ الناس اللي هتطبق ورايا فين؟ لازم اراعيهم اوكي. فدورت مش حاطين حاجه مباشره تحل المشكله، رحت عامل ايه في الاخر علشان اشغل الاندرويد ستوديو على الماشين دي؟ رحت جايب اس دي كي قديمه من عندي وحطيتها له، قلت له هيا يا عم الاس دي كي راح اشتغل. طب ماشي انا شغلته، طب الناس اللي هتطبق ورايا تشغله ازاي؟ فبصراحه سد نفسي ورحت قافل وما كملتش بصراحه يعني، ده اللي حصل معايا بالظبط يعني. لكن على النقيض تماما بالعكس، اول ما اشتغلت بفيجوال ستوديو يا على السهوله والجمال ما شاء الله تبارك الله. بصراحه ادوات مايكروسوفت دايما بتتحفنا، وتقنيات مايكروسوفت حاجه روعه بصراحه بصراحه يعني، انا بقول بصراحه
حاجه تفتح النفس، تخلي الديفلوبر كده باشا، راجل كده لوضعه بيشتغل براحته. في مشاكل بس بتتحل، في حاجات بس ليها كلام كده يعني. لكن اندرويد ستوديو بصراحه ياخد من رامات وياخد من هنا وياخد من هنا، وفي الاخر خالص يقعد يعمل لي في مشاكل وساعات ما اعرفش يعني، مش عارف بصراحه هل ده كده لوحده ولا هيعالجوه بعدين ولا هيعملوا ايه، مش عارف. ده لو كانت جوجل خلت مايكروسوفت هي اللي تعمل لها البرنامج كان زمانها عندها احسن برنامج في العالم. في عندنا استفسار تاني، هل ممكن تشرح وتعمل فيديو عن كيف ننصب نظام وهمي على في ام وير من فضلك؟ ما هو على فكرة كورس الأجهزة الوهمية أنا مسميه كورس الأجهزة الوهمية، يعني لاحظته كده ولا لأ؟ مش مسميه كورس فيرتشوال بوكس، صح؟ ما سميتوش فيرتشوال بوكس، لأ مسميه إيه؟ كورس الأجهزة الوهمية أو فيرتشوال ماشين. فإحنا شرحنا شوية فيرتشوال بوكس، ممكن ندخل على الفي إم وير عادي يعني. بس أنا لقيت الناس مش، أنا بعرف منين التشجيع؟ لقيت الناس مش متشجعة. بعرف منين؟ من المشاهدات. المشاهدات واللايكات والحاجات دي بتبين، مؤشر لصانع المحتوى هل الحاجه اللي انت بتعملها دي مفيده ولا لا. يعني مثلا قريب عملنا فيديو اسمه ما هو الفرق بين فيجوال استوديو وفيجوال استوديو كود، فلقيت عليه مشاهدات كتير، فعرفت ان الناس فعلا كانت محتاجه حاجه زي كده. اوكي، لكن اما اعمل فيديو بقى ويجيب 200 و500 و1000 و2000 وفي الاخر خالص لما يتنطط يجيب له 5000 ولا 6000 وخلاص على كده يموت، فبعرف ان الحاجه دي مش مطلوبه يعني. اوكي، فالناس لو اقبلت على دوره الاجهزه الوهميه اللي احنا عملناها وشافت الليست بتاعتها وذاكرت منها وحسيت ان في اقبال عليها هكملها ان شاء الله. ليه ونكمل فيرتشوال بوكس على فكره؟ والمعلومات اللي احنا قلناها في فيرتشوال بوكس تفيد اللي شغالين على فيم وير، لان هي نفس الفكره، نفس الفكره هي الفيرشواليزيشن، وبيشتغلوا عليها وبيطلعوا، بتعمل فيرشوال ماشين هنا، بتعمل فيرشوال ماشين هنا، لدرجه ان انت ممكن تعمل هنا بامتداد وتروح تلاقي الامتداد ده برضو مستخدم هناك. يعني نفس الفكره، تعمل هنا هارد وهمي، بتعمل هنا هارد وهمي، بتحط هنا اسطوانه، بتحط هنا اسطوانه، نفس القصه بالظبط. فاللي هيذاكر الدوره دي اصلا هيستفاد بفضل الله، حتى لو شغال على الفي ام وير. حتى انا في مره طلعت برضو وعملت فيديو كده يعني اجس النبض الموضوع الفي ام وير، تقريبا كان بوري للناس ويندوز 3.1 القديم خالص، تمام؟ لقيت برضو ان مفيش اهتمام. حتى قلت لكم ساعتها تقريبا على ما اتذكر يعني، مش فاكر في الفيديو ده ولا في فيديو تاني، قلت لكم عايزين بقى نكمل ونعمل في ام وير وكده، لقيت مفيش اهتمام. مش فاكر في الفيديو ده يا ربي ولا لا، يعني انا مش متذكر قوي لان الفيديو عامله بقالي كتير، فيديو عن ويندوز 3.1 موجود على القناه. فشوفوا الحاجه اللي انا هحس ان عليها اقبال بفضل الله هطلع انا بكمل فيها على طول يعني، علشان يبقى ليها لازمه يعني زي ما بنقول بالمصري. في عندنا استفسار، السلام عليكم استاذ حسونه، في الاول بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تقدمه، بعمل مشروع محاسبي انت يعني بتعمل الله يكرمك، الفضل لله. اولا بعمل مشروع محاسبي وواقف معي تقرير من فترة محددة، فعايز اجيب الرصيد السابق للتاريخ ده واضعه في التقرير او في نفس الجدول. بص انا ما بحلش مشاكل هنا، اوكي، لكن تأكد تماما ان انت لو اتأسست كويس، في ناس بتتأسس في البرمجة كويس وبتنسى تتأسس في الداتابيسز. صدقوني انا لما كنت شغال بالفريم ورك بتاعت اسمها ايه، جانجو، تمام، عملت لكم كورس جانجو قبل كده على اليوتيوب بفضل الله، وعملنا فيديو جانجو اللي هو 22 ساعه و20 دقيقه، فيديو رهيب يعني. في حاجات وقفت قدامي ما حلتهاش غير بفهمي للداتابيس، لان اصلا يعني الجانجو فريم ورك جاهزه، انت بتكتب الفيلدز بتاعتك وبتدوس مايجريت، هو بيعمل لك كل حاجه. اوكي، اللي انا عايز اقوله لك ايه، انت لازم تكون فاهم البيانات نفسها وفاهم الداتابيز وعلومها والتعامل معاها والكلام ده كله، علشان تقدر تصمم الداتابيز بتاعتك مظبوط، وتقدر تجيب الفيلدز مظبوط وتحط الفيلدز مظبوط، تبقى معمول لها اوبتمايزيشن تمام، معمول لها كل حاجه صح. اوكي، لو انت مذاكر الكلام ده كله مع البرمجه بفضل الله هتعمل اي حاجه انت عايزها. اوكي، في عندنا استفسار هنا، ايهما افضل واسرع للتعلم، فلوتر ام ماوي؟ بص مفيش حاجه اسمها افضل واسرع، تمام، في حاجه اسمها ايه اللي في مصلحتك.
يعني انا مثلا لو انا رايح اشتغل في شركه طالبه مني فلاتر ودارت، انا هروح اشتغل فلاتر ودارت حتى لو الماوي اسهل، والعكس برضه لو في شركه طالبه ان انا اشتغل لها ماوي بادوات مايكروسوفت اوكي، حتى لو الفلاتر ودارت احسن مش هروح اذاكرها، لا هروح اذاكر ماوي، يعني حسب مصلحتي انا. حسب مصلحتك انت بقى، شوف انت مصلحتك بتوديك فين، شوف انت الافضل ليك ايه، الانسب ليك ايه، هو ده اللي احنا بنقوله، انت بتشوف مصلحتك رايحه فين وبفضل الله بتختار الحاجه اللي تتوافق معاك انت، لان لا يتوافق معاك ممكن يتوافق معاك انت ما يتوافقش مع غيرك. في استفسار تاني عندنا، السلام عليكم ورحمه الله، ازاي حضرتك يا باشمهندس؟ هو الذكاء الاصطناعي انا محتاج ايه في البايثون بعد ما اتعلمت الاساسيات والاوبجكت اورينتد بروجرامنج وعملت مشاريع؟ عموما هو مش تخصصي اوكي، وانا ما اشتغلتش فيه قبل كده، حتى لو عملت حاجه فيه بتبقى حاجات يعني عاديه جدا، مش في تعمق التخصص نفسه يعني، بس هقول لك من باب المعرفه ان انت بعد ما بتتعلم اساس اللغه وبتتعلم الاوبجكت اورينتد بروجرامنج بتاعتها، مثلا انت عايز تمسك حاجه زي الذكاء الاصطناعي، فتدخل بقى تبحث في العلم نفسه، تعرف ايه هو الارتفيشال انتليجنس بيتكون من ايه وهي اقسامه، وتبدا تذاكر الشغل بتاعه، وبعد كده خلاص انت فهمته، فلما بتروح بقى تبحث عن اللغه اللي انت شغال بيها بتدور على مكتبات تخدم عليك في التخصص ده، او تخدم عليك في التخصص ده اوكي، او تخدم عليك في التخصص ده تمام، وبتذاكرها وبس، وبالتوفيق ان شاء الله. في حاجة عايز اقولها، ان انا في عندي مشكلة في التليجرام بصراحة، مش عارف اقول الاسماء، فهو لو اي حد يكتب لي بس في الرسالة بتاعته، لو حابين يعني، لو حابين يكتب لي في الرسالة بتاعته قبل الرسالة يكتب اسمه كده بالعربي يكتب اسمه اوكي، ويعمل نقطتين ويروح كاتب رسالته، فانا هقرأ الاسم مع الرسالة يعني. عبد الله بيقول هو ايه افضل داتابيز استخدامه للبايثون؟ ما هو برضو نفس القصة، برضو هنرجع نشوف نفس القصة. بص انا دلوقتي عايز اشتغل في قواعد بيانات، نفترض مثلا ان انا هربط البايثون مثلا بمثلا ايه ماي سيكول، نفترض يعني، فجيت ارفع على موقع فلقيت ان الماي سيكول مثلا مش مناسب معايا في الموقع، انا بديك مثال، انا مش بقول لك ارفع على الموقع، بقول لك بديك مثال، او مثلا جيت اعمله سيت اب في حته معينه فعمل مشكله او عمل بعض المشاكل، فلقيت ان الانسب مثلا بوست جري، فروحت اشتغلت بوست جري. انا هنا ما اخترتش البوست جري علشان هي احسن من الماي سيكوال، لا انا اخترتها لانها تناسبت مع مصلحتي انا، العكس برضه صحيح، نفترض ان جيت اشتغل بالبوست جري لقيت ملهاش هوستنج او فيها شويه مشاكل عند بعض العملاء او كده او كده او كده، فاروح انا استخدم الماي سيكوال اوكي. انا حتى لما اشتغلت في كورس البايثون بفضل الله ربطت معاكم بالاثنين صح، الناس اللي ذاكرت تفكرني كده صح، ربطنا في عملنا بايثون لما اشتغلنا في مشاريع الديسكتوب ربطنا بايه بالماي سيكوال، ولما جينا نشتغل في الويب ربطنا بالبوست جري صح، ولما جيت ربط برضو في الرينج نفس القصه، لغه الرينج لما جينا عملنا ديسكتوب ابلكيشن في لغه الرينج ربطناها بالماي سيكوال، ولما جينا عملنا نفس الموقع ماي كافيه بكل خدماته على لغه الرينج عملناه برضو بالبوست جري، بس الشغل في الجانجو بالبايثون يختلف عن الرينج، لان الرينج اشتغلت نيتف بقى عملت الداتابيس بنفسي، لكن الجانجو كان فريم ورك جاهز، فلما عملنا ميجريت هو كان بيعمل كل حاجه لوحده يعني. في هنا استفسار كاتب كملها جزاك الله خيرا، ايه بقى اللي انا اكملها؟ في عندنا استفسار هنا، ما هو مواقع عمل المبرمجين؟ انا مش فاهم السؤال، يعني ايه ما هو مواقع عمل المبرمجين؟ عبد الرحمن كاتب ما هو مواقع عمل المبرمجين؟ وضح علشان انا مش فاهم سؤالك. في استفسار تاني هنا، يا استاذ منيون عم تاخد الاستفسارات، انا ارسلت لك على الرسالة فوق وانا رديت، انا ما سبتش اي رسالة غير ورديت عليها، يعني نفس الحساب ده كاتب لي فوق اهو رسالة عن الدارت، رديت عليها برسالة طويلة كمان، راجع الرسائل انت ممكن تكون فاتتك الرسالة. في استفسار عندنا، كورس ماوي بدأ تم شرح فيه كام فيديو؟ ما انا قلت اللي عايز يعرف نظام كورس الماوي يبعت لي على حساب التليجرام الموجود في الوصف اوكي،
انا قلت كده في الرسالة اللي فوق كلها يعني، اقصد الوصف بتاع فيديو الماوي، الوصف بتاع فيديو الماوي يعني، مش على التليجرام ده، التليجرام مختلف. في استفسار تاني، استاذنا الغالي في نو سيكوال زي نوز في الموبايل؟ اكتب على جوجل نو سيكوال، كيورد واحدة كده نو سيكوال من غير مسافة، مسافة فور موبايل، وخش بقى على النتائج وبص عليها. عبد الله كاتب بيقول عايزين حضرتك تعمل طفرة في مجال تعلم التكنولوجيا، فعايزين مثلا نساعد حضرتك بأفكار. هي المشكلة مش في كده، هو انت طب شفت كورس البرمجة العميقة؟ يعني ده مش فكرة جديدة بفضل الله، وطرحنا فيها حاجات يعني بفضل الله بفضل الله بفضل الله، اللي اثبت لي ان في كمان بعض الاجانب دخل وطلب مني ترجمها. يعني طرحنا فيه افكار وطرحنا فيه حاجات، يعني اصلا كورس بفضل الله كنت عامله كده، يعني ما فيش مسمى اصلا اسمه البرمجة العميقة، في الويب العميق، في التعلم العميق، اللي هي الديب ليرنينج، ولا مش عارف اسمه ديب ايه تاني، ديب ويب والحاجات دي، لكن البرمجة العميقة. وفعلا انا كنت داخل اتعمق، داخل اتعمق، الناس بدأت معايا بحماس في اول فيديو، وبعد كده بدأوا يريحوا، للأسف بدأوا يريحوا. كورس البرمجة العميقة ده بفضل الله فيه افكار كتير، في حاجات تاني برضو هتلاقي فيها افكار في القناة، بس المشكلة اللي يكون في ناس محتاجة الكلام ده، الناس اللي بتحب التكنولوجي، الناس اللي عارفة ان التكنولوجي حاجة جميلة. ده غير كمان ان هتلاقي طريقة الشرح بفضل الله مختلفة، بمعنى انا اساسا راجل اكاديمي، يعني انا لما اتعلمت في اكاديميات مختلفة بفضل الله، لكن ما روحتش طبقت نفس اللي اتعلمته ده على الناس، لان كانت فيه بتقابلنا بعض المشاكل، بتقابلنا حاجات مش فاهمينها، فبدأت اتخطى مع الناس بفضل الله العقبات دي. ولذلك هتلاقينا لما طرحنا كورس الجافا طرحناه بشكل مختلف تماما عن الاو سي اي، عايز تعرف ادخل بص على شرحي الاو سي اي، هتلاقي مختلف صعب جدا، هتلاقيه صعب لما بنفتح كتاب الاوراكل بتاع الاو سي اي ونقعد نشرح منه، نقرا المكتوب ونتتبعه، هنلاقيه اصعب بكتير من الكورس نفسه، كورس الجافا نفسه. اوكي، عملناه بطريقه سهله بفضل الله، حتى في الحلقه 70 بدات اوري الناس فورم ونطلع عليها الجي فريم والكلام ده كله، برضو اتبعت نفس المنهجيه في كورس السي شارب بفضل الله. ففين كل الحاجات دي؟ ليه الحاجات دي مش محققه ملايين المشاهدات؟ ليه اليوتيوب بيوديكوا في حته تانيه؟ في استفسار تاني اهو، حضرتك عملت حاجات عظيمه ما شاء الله، الله يكرمك، الفضل كله لله، احنا عايزين ننشر المحتوى ده ان شاء الله بس بطريقة مختلفة، بحيث ينتشر، عشان محتوى حضرتك المفروض يبقى عليه مشاهدات اعلى من القنوات اليوتيوب. بص احنا مش عايزين نقارن، احنا عايزين بفضل الله المحتوى النافع يروح للشخص المناسب بفضل الله. وانا قلت كتير في بثوث مباشرة كتير، وحس اتنبح واتكلمت كتير فاكرين؟ تمام، فقلت كتير على موضوع النشر ده، ان احنا نعمل شبكة ازاي. مثلا انت مثلا جيت معاك مثلا مجموعة من صحابك، تنقي ناس من صحابك المخلصين اللي يحبوا ينشروا حاجات زي كده بفضل الله، حاجات نافعة. اوكي، الناس بتنشر الحاجات التانية الضارة بشراهة للأسف. اوكي، ومبيثبتوش حاجة، لكن انت لما هتنشر خير اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بخير. اوكي، فبتعمل ايه؟ تشوف مجموعه من صحابك تقول لهم يا جماعه عايزين ننشر كذا كذا كذا، بحيث في حاجات هتفيدك تنشرها للي زيك، وفي حاجات ممكن ما تفيدكش ولا تفيد اللي زيك. اقصد مثلا نفترض ان انت متاسس كويس في دوره الويندوز، مثلا في فيديو عن الويندوز، في فيديو عن الوورد، في فيديو عن الاكسل، في فيديو عن الباوربوينت، في فيديو عن الاكسس، ممكن تكون انت مش محتاج من الحاجات دي غير الاكسس. اوكي، فالباقي هتعمل ايه؟ تنشره للناس اللي، لان الاساس ده لاي حد، اي حد مبرمج او مش مبرمج، فيديو الوورد وفيديو الويندوز، اولا فيديو الويندوز وفيديو الوورد وفيديو الباوربوينت وفيديو الاكسل، دول لاي حد، اي حد بيحتاج الكلام ده بفضل الله.
ولذلك حتى في نظام اللينكس لما بتنزله بتلاقي ديفولت معاه برنامج شبه الوورد اسمه رايت، وبرنامج شبه الاكسل اسمه كالك، وبرنامج شبه الباوربوينت مش فاكر اسمه دلوقتي. اوكي، فالموضوع مهم جدا 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 جدا. فيلا يا شباب، وبعدين صحابك بقى دول هيعملوا ايه؟ يعملوا زيك. يعني ايه نعمل شبكة؟ فهمني فهمني، شبكة يعني انت ومعاك مجموعة، يبقى تحتك ناس تقول لهم اعملوا كذا كذا كذا، وهم تحتهم ناس يقولوا لهم اعملوا كذا 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 وهكذا. اوكي، فنقوم ننشر المحتوى بفضل الله، البلاي ليست، ندخل على البلاي ليست وننشر منها المحتوى. مهم جدا الموضوع ده. ليه بقى البلاي ليست؟ لان البلاي ليست هتجيب لك الفيديو الفيديوهات مرتبه، وهتجيبها لك الفيديوهات كامله. لكن لو فتحت فيديو واحد، اليوتيوب هيتوهك، اليوتيوب اللغه بتاعته المشاهدات هيتوهك. اوكي، فتدخل على القناه، تدخل على البلاي ليست وتبص عليها وتشوف ايه اللي ينفعك تذاكر منه وتشاهده بفضل الله، وتبعته وتكون تقول للناس برضو ان المشاهدات بتفرق. خد بالك، ما هو اليوتيوب لما يلاقي عند حسون اكاديمي مثلا فيديو الريت بتاعه عالي في المشاهدات، في خد بالك، المشاهدات مش قصه الفيديو كام مشاهده، لا، اليوتيوب مش بيحسبها كده. اليوتيوب بيحسبها ازاي؟ الفيديو ده اوكي جاب مثلا مشاهدات كتيره في وقت قياسي، تمام؟ يعني مثلا عايزين لما نيجي ننشر فيديو، الفيديو ده جاب مثلا في 5 ايام تمام 10,000 مشاهده، لازم يجيب في الخمس ايام اللي بعدهم على الاقل مثلا 3,000 مشاهده تاني. فاهم الفكره؟ في عندنا استفسار تاني، كنت قلت لحضرتك دي بسبب اللغه في الاندرويد ستوديو بس، مش فاهم اندرويد ستوديو تقصد الرساله اللي فاتت يعني اللي هي لما انا قلت ان اندرويد ستوديو ما شجعنيش وكده. هو الاندرويد ستوديو انا مش جاب اللغه، مش بتكلم على اللغه، احنا جافا شرحناها كتير وشرحناها على كذا حاجه واستخدمنا كذا اي دي اي، لكن الاندرويد ستوديو ده ابن لذينه بصراحه، يعني بصراحه، وهو من زمان مليان مشاكل على فكره. يعني زمان كنت تلاقيني عمال اعمل فيديو حل مشكله كذا، فيديو تاني حل مشكله كذا، صح؟ ده في مره كان في حاجه اسمها هاكسم في الاندرويد ستوديو، وهو عمال يطلع لي مشكله ان الهاكسم دي مش موجوده، ادخل عليها الاقيها موجوده، وبعدين بقى فزهقت وادور على النت واعمل وبتاع، تعبت جامد في اليوم ده. انا فاكر الموقف ده كويس من سنين فاكره. وبعدين في الاخر رحت عامل ايه؟ قلت سبحان الله، طب ما اجي اجرب كده. رحت داخل شلت العلامه من اصل انا ايه، اما بلاقي الاي دي اللي قدامي غبي فبعامله بالغباء عشان يفهم. اوكي، رحت داخل قلت له مش انت بتقول انها مش موجوده؟ قلت رحت داخل شايل العلامه من عليها، طب اهي بقى اهي مش موجوده، ورحت عامل ابلاي وسبته يخلص. بعد كده قفلته فتحته تاني ورحت معلم عليها بقى، ورحت دايس، راح فهم انها موجوده. اتفضل شوف حليت المشكله ازاي. يعني حاجه زي كده، ايشو زي كده، انا اوديه فين؟ انا مين يساعدني؟ واخد بالك القصه؟ فانا برضو في ناس بهتم بيهم اللي هم بيطبقوا ورايا، لازم تكون المحتوى سهل عليهم بفضل الله. في عندنا استفسار تاني، حضرتك غير اللغه الاداريه والمنطقة الى الانجليزية هيظبط معاك كل المشاكل؟ المنطقة الريجن، لا ما اظنش. ايوة في حاجات بتقابلني بالشكل ده بالمنظر ده في امور تانية، لكن بص، الاندرويد ستوديو اول ما نزلناه، ارجع للفيديو اللي عملناه من فترة كبيرة جدا لما جينا ننزله من الانترنت، كان الموضوع سهل. كنا بننزل اندرويد ستوديو ونعمل له سيت اب دبل كليك، بينزل بالاس دي كي بتاعته كل حاجه تمام، وكانت المنطقه بتبقى عربيك ايجيبت عادي وبيشتغل وكل حاجه تمام. لكن فعلا فعلا اليومين دول بقى غريب، معرفش، مش عارف مش منظمينه صح او التطوير عليه فيه مشاكل، معرفش بصراحه، ما عنديش اي مشكله. وبعدين حتى لو انا اتعاملت معاه، طب اللي هيطبق ورايا، يعني انا مثلا لو انا اتعاملت معاه وحليت المشاكل بتاعته ونزلت اس دي كي من حته تانية او جبتها من عندي او كده، طب الناس اللي معايا هيعملوا ايه؟ انت فاهم الفكره؟ يعني انا مشكلتي في الناس اللي بتطبق ورايا برضو، يعني انا برضو بيبقى قلبي عليهم، عايزهم يعملوا الحاجه بفضل الله تمام. في استفسار هنا، هو انت بص، انت مطلعني الفويس فوق، فعشان انا ما تهش، عشان انا بمسك الرسائل بالترتيب، انا مش عارف انا قلت يعني مش هطلع ابص على الفويس، انا عايز اكمل
السيكونس بتاع الرسائل، انت كاتب لي المشكله هون بتنحل انك تغير المنطقه الزمنيه للجهاز وتشغل في بي ان. ليه كل ده؟ لو بتتكلم على اندرويد ستوديو، انا مش عارف بتتكلم على اندرويد ستوديو ولا لا، بس اندرويد ستوديو كان شغال تمام قبل كده يعني، وراح يحمل كل حاجة نظامي. ده الرسالة دي تابعة برضو، راح يحمل كل حاجة نظامي. مش عارف بصراحة، بس انا شايف ان الناس تشتغل عادي يعني زي زمان، مش لازم يقعدوا يعملوا في حوارات علشان يشتغلوا يعني. ابو القاسم كاتب مفيش اي مشاكل، هتقابل حضرتك في اندرويد ستوديو بعد كده ان شاء الله. الله المستعان. اما افضل بقى اما افضل ابقى اجرب كده اعمل له سيت اب ونشوف بقى. الله المستعان. لا نسيتك، الاصدارات الحديثه لا تدعم اللغه العربيه. طب وده ينفع؟ انا شغال عليه فلاتر بقالي مده وكانت بتقابلني نفس المشاكل. طب ينفع الكلام ده؟ لا انا شغال عليه بقالي مده وما كانش بتقابلني المشاكل دي بصراحه. مشاكل السيت اب، انا ممكن اقبل مشاكل كتير الا مشاكل السيت اب. عارف ليه؟ عشان الناس، مش كل الناس اللي هتدخل تذاكر من كورس ورايا بفضل الله شغالين على اندرويد ستوديو مسبقا. لا، في بعض الناس داخلين لاول مره يحملوا، فما ينفعش تخليني انا از بيجنر ادخل اتوه. ما ينفعش، لازم تبقى الستارتس بتاعتي سهله. في عندنا استفسار تاني. السلام عليكم، معك نور الدين، اشكرك على نشر العلم وربنا يقدرنا نرشد من هو يبدأ بالبرمجة حتى يتعلمها بحب وإبداع. الله يكرمك مهندس المحتوى، رائع ومرجع ضخم للتعلم وفهم. الله يكرمك، ربنا يبارك فيك يا نور الدين، الله يعزك. وحتى المحترف يحتاج للمحتوى المتطور والمتجدد دائما، لا غنى عن إعادة الكورسات للتعمق وفتح آفاق جديدة بفضل الله. عموما في حاجات كتير عملناها جديدة يعني. على فكرة أنا عايز أقول لك إن الفيديو بتاع الرينج اللي هو ساعة ونص، والفيديو بتاع البايثون اللي هو ساعتين ونص، والفيديو بتاع السي شارب اللي هو 6 ساعات الا شويه، الفيديوهات اللي من النوعيه دي بفضل الله فعلا فعلا تعبت فيهم جدا، تعبت فيهم جدا وفيهم شغل عالي قوي بفضل الله، كمراجعه رهيب تلم معلومات في وقت بسرعه. وكمان في فيديوهات تانية بنعملها زي فيديو لغات البرمجه، الفيديو لا اتظلم بجد، الفيديو ده المفروض يوصل لمليون واكتر كمان. الفيديو ده كل الشباب محتاجينه عشان يتعرفوا. شفتوا الفيديو ده يا جماعه؟ الفيديو ده رائع بفضل الله، مش عشان انا اللي عملته، لا، لان فعلا الفيديو ده في ناس كتيره لما بتشوفه بيفرق معاها. فيديو بيتكلم عن لغات البرمجه كلها، او مش كلها يعني، كلها ما فيش حد بيتكلم عن لغات البرمجه كلها. فيديو بنتكلم فيه عن اهم لغات البرمجه وبتعمل ايه كل لغه، واللغه دي عباره عن ايه، واللغه دي بدانا منين، من الماشين، وبعد كده طلعنا ايه واحدة واحدة في نفس الفيديو. طيب يا جماعة احنا كده خلاص بفضل الله هنختم. اوكي، يعني انا من اول دلوقتي مش هرد خلاص على الاستفسارات كده، انا خلاص احنا بقالنا مع بعض كده تقريبا اكتر من ساعة، بقالنا ساعة وتلت تقريبا، بقالنا ساعة وعشرين دقيقة مع بعض. ان شاء الله فرصة تاني، بس انتوا تركزوا مع التليجرام، لان انا هبعت لكم على التليجرام ان شاء الله يعني وقت ما يكون في اجابه على استفسارات وتجمع مع بعض انا وانتوا بفضل الله، هبعت لكم على قناه التليجرام زي ما عملنا كده النهارده بفضل الله، والناس تكتب استفساراتها ونبدا نرد عليها ان شاء الله. نشوفكم على خير في وقت تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.